الشيخ بالنسبة لأخونا الكريم مبتلى بشرب التدخين وبيحاول مرارا وتكرارا إن هو ينتهي، ولكن الأمر يجد إياد ثم يعود، فيجد الأمر فيه مشقة يعني. فهل يجوز أن هو أن يحلف على نفسه أن هو لا يحلف، لا يحلف، يحلف على نفسه يقول أقسم بالله من مدخن، لا يحلف، لأن سيدخل في لا يحلف، إنما يعزم، لأن في تعليم النبي لنا وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. فمثلا شخص يريد زجر نفسه عن المعصية يقول أقسم بالله ما أنت عامل هذه المعصية، خايف من كفارة اليمين، أنصحه ألا يقسم هذا القسم.